على كل حال خلينا نبدا بقى اول اخبارنا ونتكلم عن قرعه طبعا الدوري والتنظيم اللي عندنا باذن الله كمان امل ان تاني، لان دي اصل المشكله اللي كانت في الموسم اللي فات واللي قبليه. عندنا امل ان الموسم ده باذن الله يكون مختلف، يكون اكثر تنظيما، يكون فيه كمان معالجه للاخطاء التحكيميه وتعديل هنا كريم ثقافه اللاعبين اصلا تجاه الحكم. احنا اتكلمنا علشان لما تيجي تتكلم في ملف لازم ان انت تتكلم من الزاويتين. الزاويه الاولى قلنا ان في اخطاء تحكيميه بالجمله، وقلنا على الصعيد الثاني في برضه عدم ثقه وفي ضغط على الحكام بيبقى غير مرغوب فيه تماما ومش لصالح الكره المصريه في الاول وفي الاخر. نتمنى من الجانبين يكون في تغيير هذا الموسم. طيب النهارده عايزين نتكلم كمان عن قرار مهم جدا وهو زيادة يا كريم عدد الجماهير. طبعا. أمر ملح جدا، أمر مطلوب، أمر زي ما بتقال كده طلب جماهيري. السنة اللي فاتت كان في تحديدا الموافقة عن 2000 مشجع. يمكن 1000 للفريق ده و1000 للفريق ده. تدريجيا زاد العدد شوية أصبح 5000 مشجع. ده كلنا شاهدناه، كلنا ساعتها قلنا حلو الكلام ده ومش عارف إيه ودي ثقة وعايزين المشجعين يبقوا قد الثقة دي علشان الموضوع يزيد وناخد مساحة أكتر وناخد عدد أكتر. السنة دي هخليني أقول لحضراتكم لغة الأرقام، هنبدأ بعدد أصلا أكبر، هيكون 6000 مشجع، وده مؤشر اعتقد ايجابي جدا، وان زياده الوعي هنا وفكره نبذ برضو التعصب هيخلي الملاعب ترجع تاني زي الاول وافضل. ده بقى دورنا احنا كجماهير. مفيش شك كمان نهائيا ان الجمهور اكيد اكيد بيعلي من القيمه التسويقيه لاي مسابقه، ولازم كمان نشكر هنا لان دي نقطه مهمه كل الجهات المعنيه على اتخاذ قرار زي ده. نتمنى كمان الفتره اللي جايه يبقى في زياده اكتر لغايه لما نرجع للنورم بتاعنا يا كريم او العدد الطبيعي بتاعنا، ومن غير اي بقى مشاكل، من غير اي تعصب، لان يعني الموضوع ده بقى نتمنى ان هو تبقى ثقافه وخلصت او عاده قديمه، حاجه مش لطيفه يعني، لان احنا اللي بندفع ثمنها في الاخر. يعني انا بس اللي عايزه ااكد عليه هنا الاعمال او اعمال الشغب دي والتعصب وغيره محدش هيدفع ثمنها غير حضرتك كجمهور في الاخر. يعني احنا بنأذي نفسنا بحاجه زي كده، واحنا مش عايزين ده. احنا عايزين نحضر وعايزين نؤذي للفرق اللي بنحبها وعايزين المدرجات شكلها يرجع تاني والقيمه التسويقيه. كل ده على فكره برضو يعني بيجيب دخل، بيجيب، بيفرق جدا. فالأصعدة كلها او كل الزوايا انت كسبان لو الموضوع ده تم وتم بشكل محترم. فنتمنى يعني لو تفتكروا حضراتكم مع بدايه ظهور جائحه فيروس كورونا وملاعب العالم بالكامل في الدول اللي استمرت الى حد ما في ان هي تلعب الماتشات الرسميه بتاعتها، لكن كل استادات العالم اثناء كل المباريات كانت تخلو تماما من الجماهير، قد ايه كانت الماتشات دي بتبقى مسخه؟ ليه؟ لان الجماهير يعني هم روح اي جيم في الدنيا، روح اي مباراه احنا بنشهدها، وخصوصا لما نيجي نتكلم عن جماهيرنا، جماهير النادي الاهلي حقيقي هي جزء لا يتجزا من اي قصه نجاح حققها لعيبه النادي الاهلي في اي جيل من الاجيال. دايما هتلاقوا ان الجمهور هو وكانه بشكل مجازي كده هو اللاعب رقم 12، ده ما كانش اللاعب رقم واحد في كتير جدا من الاحيان. مجريات امور اتغيرت 180 درجه نتيجه زئير الجماهير في المدرجات، جماهير النادي الاهلي اللي دايما عندها ثقه في اللعيبه واللي دايما بتستمر في تشجيعها بنفس القوه حتى الدقيقه 90 بلس كما هي العاده، ويمكن لاعبتنا برده مش بيخيبوا ظننا ابدا، وحتى ولو 90 بلس برده بيحققوا الهدف اللي يسعد جماهير النادي الاهلي. فطبعا القرار اللي النهاوند بتحكي لحضراتكم عنه قرار فيه منتهى الاهميه وجاي في وقته تماما الحقيقه، طبعا مهم للجماهير نفسها وكمان للفرق اللي بتعتمد على الروح اللي انا بكلمكم عليها، روح المشجعين في مدرجات الاستاد. ده كله الى جانب تفصيله صغيره صغيره حجما لكن كقيمه وكاهميه مش صغيره باي حال من الاحوال، فكره ان احنا بنعكس للعالم كله صوره الامن والاستقرار، والاهم من الاثنين دول الوعي في ملاعبنا. انا وانت كانت بتتكلم من شويه على تفصيله الشغب اللي ساعات بنشوفه واللي اكيد انا متفق معاها 100%، واعتقد كمان كل حضراتكم فكره ان احنا في نهايه المطاف احنا اللي بندفع الثمن ده وبندفعه غالي، بنتحرم من ان احنا نكون متواجدين يعني في المدرجات عشان نشجع اللعيبه بتوعنا وفرقنا. فطبعا الادب والاخلاق مطلوبين في كل مجالات الحياه ولا سيما في مدرجات الاستادات في اثناء عمليات التشجيع. الاستقرار والوعي في ملاعبنا مهمين جدا لان هم اللي فعلا بيعلوا من القيمه التسويقيه زي ما نهاوند قالت، ولازم كلنا نكون عارفين ان الحقيقه مصر بتمر بمرحله رياضيا في منتهى الاهميه. ليه؟ لان احنا نجحنا بالفعل، مش لسه هننجح، احنا نجحنا بالفعل في استضافه عشرات البطولات
القارية والدولية في مختلف الألعاب، والكلام ده مش كلامنا إحنا، الكلام ده بشهادة كل الفرق اللي شاركت وكل الوفود المرافقة للفرق اللي شاركت في كل هذه البطولات، والأهم كمان وسائل الإعلام الدولية اللي كانت موجودة ونقلت قدرة مصر الاستثنائية في ظرف استثنائي على إن هي تنظم وبمنتهى الجودة أهم البطولات العالمية. ده اللي وصلنا له، واللي إن شاء الله ده اللي كمان هيوصلنا للمرحلة اللي جاية، اللي هي برضو خلي بالكم الكلام عمال يتصاعد. إحنا هنتقدم بملف استضافة الدورة الأولمبية 2036، ده حدث جلل يا حضرات، إلى جانب طبعا إننا بندرس التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030. كل ده يقول لحضراتكم إن مصر تنظيميا وتنافسيا في الرياضة بقت في حتة تانية خالص، وإن شاء الله هيزين كل هذه الأمور عودة جماهيرنا مرة تانية إلى كل البطولات بكامل سعة الملاعب إن شاء الله. بص، عايزه بس اعلق على حاجه من كلامك، لان لما طرحنا هذا الموضوع فكره استضافه مصر او يعني رغبه استضافه مصر في اولمبياد 2036، ناس كتير بصراحه طلعت قالت لك يعني احنا لسه قدامنا كام سنه، واحنا اصلا هنحضر حاجه زي كده، احنا هنبقى مش موجودين، حاجات يعني كلام من هذا القبيل، ويعني ده هيفيدنا في ايه، يعني ناس اتكلمت بهذا الشكل. عايزه اقول لحضراتكم على حاجه، هو لسه كتير، يعني احنا هنبقى هو 26، احنا 22، يعني ده لسه 14 سنه تقريبا. لا مش هنبقى عجزنا قوي. اتكلمي عن نفسك. اتكلم عن نفسي في النقطه دي بصفه خاصه. اتكلم عن نفسي بس، يعني هنبقى كبرنا، بس القصه مش كده. القصه لما تيجي تبص لها، انت ما كانش عندك اصلا، عارف كده اللي هو ايه، كنت الاول تتكسف من كام سنه كده فاتوا، كنت تتكسف اصلا تقول اولمبياد، انا اروح استضيف اولمبياد ولا اقدم، ما كانش الفكره مطروحه اصلا. دلوقتي انا اصبحت عندي ما يمكنني من تطوير وامكانيات وبنيه تحتيه و و و الى اخره، ان انا فعلا اقدر ان انا بكل ثقه اجي واقول انا عايز اكون ضمن الدول اللي ممكن تستضيف الاولمبياد في سنه من السنين. فده في حد ذاته شيء محترم. انت كمصري لازم تكون مبسوط بحاجه زي كده. احنا متاخرين على فكره، حق يقال احنا متأخرين، بس نتأخر ولا ما نجيش خالص؟ يعني انت رأيك ايه، ما نجيش خالص؟ يعني فمعلش، احنا لازم نكون فرحانين باللي بيحصل، لازم نكون عندنا ثقة ان شاء الله ده على فكرة هي ممكن تحصل وممكن ما تحصلش برضه، بس الخطوة نفسها خطوة محترمة. تاني هقول لحضراتكم، احنا ما كانش عندنا يعني القدرة اصلا ان احنا نطرح حاجة زي كده مع كل البطولات الدولية اللي بتتم في مصر. مش طالعين نتكلم عن نفسنا، حضرتك شوف اللي بيتكتب، لان ده امر واقع واوريدي حصل ولسه بيحصل وهيحصل تاني. فانت عندك دلوقتي طفرة كبيرة جدا في فكرتنا الرياضة المصرية، في البنية التحتية، في فكرة ان انا التنظيم كمان مش ما عنديش مثلا زمان كان ممكن تنظم حاجة تلاقيها مش معمولة أحسن شكل أو أحسن تنظيم لا يليق بمصر على كل حال. يعني دلوقتي لا، عندك من الخبرة ومن الشباب لا اللي يقدر ينظم لك حاجة بشكل عالمي، وحصل يعني احنا مش برضو بنجمل في نفسنا، اوريدي حصل. فان شاء الله اللي جاي يكون كويس جدا، ولازم بس نروح للانهزامية اللي عند البعض دي، اللي كل حاجة مش عاجباهم تنتهي، او خلينا نقول تقل شوية، نتمنى يعني. تعالوا ننتقل مع حضراتكم بقى لحاجة استكمالا للكلام اللي احنا كنا بنقوله، وفكرتنا المنظومة الرياضية المتكاملة والمسؤولين وكمدربين وكجماهير. احنا اتكلمنا في الحتة دي على كل الرياضات بقى، احنا مش هنتكلم بس في كرة القدم، احنا عايزين دايما في كل الرياضات يكون عندنا هذا الروح او هذه الروح والتشجيع الكبير.